بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن الـ DSCP، بروتوكول توزيع العناوين الديناميكية، واللي هو اختصاره DSCP، وهو اختصار لـ Dynamic Host Configuration Protocol. كل جهاز في الشبكة يجب أن يمتلك عنوانين: العنوان الفيزيائي اللي هو الماك أدرس، وهذا العنوان بيكون built in، يعني مبني في داخل كرت الشبكة وهو لا يتغير، وإحنا كمهندسي شبكة يعني ما راح نتلاعب فيه، لأنه حيكون ثابت وفريد من نوعه، وهو already موجود في كل كرت شبكة. النوع الثاني وهو العنوان المنطقي المتمثل في الـ IP address، ويتم وضعه في داخل الجهاز من خلال مهندس الشبكة، وذلك حسب تصميم الشبكة. فمثلا لو كان لدينا شبكة صغيرة تحتوي على عدد قليل من الأجهزة، فعملية عنونتها سوف تكون عملية سهلة على مهندس الشبكة. ولكن عندما تكون لدينا شبكة متوسطة أو كبيرة وتحتوي على عدد كبير من الأجهزة، عندها سوف تكون عملية عنونة الأجهزة متعبة على مهندس الشبكة. ولأجل ذلك يوجد لدينا بروتوكولات الـ DHCP والموجودة في نظام نقل البيانات الـ TCP/IP. والـ DHCP هو بروتوكول يتم تفعيله على السيرفر لكي يصبح لدينا الـ DHCP سيرفر. يقوم الـ DHCP سيرفر بتوزيع إعدادات الـ DHCP على أجهزة الشبكة، والتي يطلق عليها الـ DHCP Clients. وتتكون الـ DHCP كconfiguration، راح تتكون من الـ IP، طبعا راح يوجد نوعين من الإعدادات، اللي هي الإعدادات الإلزامية أو الضرورية، واللي هي متمثلة في الـ IP address، العنوان المنطقي، الـ Subnet Mask، وتعتبر هذه الإعدادات إلزامية. ويوجد لدينا إعدادات إضافية مثل الـ Default Gateway IP Address، الـ DNS IP Address. وبالتالي كما نرى، يقوم الـ DHCP Server بعملية توزيع العناوين المنطقية على أجهزة الشبكة. والمطلوب من مهندس الشبكة بعد إعدادات الـ DHCP Server أن يقوم بإعدادات أجهزة الشبكة على أن تحصل على عنوانها من خلال الـ DHCP. وعندما يتم إعطاء جهاز IP Address، فيتم تخزين ذلك في داخل الـ DHCP database أو قاعدة البيانات الخاصة بالـ DHCP server، بحيث لا يكرر توزيع هذا العنوان، ويعتبر هذا العنوان محجوز، يطلق عليه بمصطلح الليزد. والمدة الافتراضية لحجز العنوان هي 8 ساعات في الشبكات اللاسلكية و 24 ساعة في الشبكات السلكية. وبعد مرور 3/4 المدة، إذا كان الجهاز الحاصل على الـ IP address يعمل، فسوف يقوم بإرسال طلب إلى الـ DHCP server باستمرارية الحجز، وهكذا. يوجد طبعا وهكذا، يعني كل ما يعدي 3/4 المدة يتم طلب تجديد الحجز للـ IP address، وهكذا طول ما الجهاز شغال. إذا توقف الجهاز عن العمل ومضت المدة كاملة دون أن يطلب الجهاز من الـ DHCP server تجديد حجز الـ IP، عندها سوف يعود الـ IP إلى الـ DHCP server، وراح يقوم بإعادة توزيعه لأي جهاز يطلبه في داخل يعني يطلب IP address في داخل الشبكة. طبعا هنا يوجد نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، وهي أن الخوادم السيرفرات، يجب لما يكون عندنا لدينا مجموعة سيرفرات في داخل الشبكة، يجب أن لا تحصل على عناوينها بطريقة الديناميك، يعني من خلال الـ DHCP، ولكن يجب أن يتم وضع عناوينها المنطقية يدويا بطريقة الستاتيك، وذلك لكي تكون ثابتة غير متغيرة. ويوجد لدينا مصطلح وإعداد يطلق عليه الـ Excluded Address، وهو يعني حجز مدى من العناوين لا يقوم الـ DHCP server بتوزيعه على أجهزة الشبكة، حيث يكون هذا المدى المحجوز مخصص لعناوين السيرفرات في داخل الـ DHCP. من الممكن تفعيله على مجموعة من طبعا قبل ما ننتقل للنقطة هذه، زي ما ذكرنا، لابد أن يكون السيرفرات في داخل الشبكة مهما كان عددها كبير، لابد أن تحصل على الـ IP address بطريقة الاستاتيك، بطريقة ثابتة، وذلك لأن الأجهزة راح يتم إعدادها، مثلا أن تتصل على الـ DNS صاحب الـ IP address كذا، مثلا 10 10 10 10، فلما يكون متغير راح نضطر نحن نقوم بتغيير الإعدادات وتغييرها بالـ IP address الخاص بالجديد الخاص بالـ DNS، وهكذا. فالسيرفرات في داخل الشبكة يجب أن تحصل على الـ IP address بطريقة
بطريقة الاستاتيك اللي هي بالطريقة اليدوية. الـ DHCP سيرفر من الممكن تفعيله على مجموعة من الأجهزة في داخل الشبكة مثل الراوترات، السويتشات الطبقة الثالثة، الفايروولز، السيرفرات، بحيث كل جهاز من هذه الأجهزة عند تفعيل الـ DHCP عليه سوف يعمل كـ DHCP سيرفر، بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية، حيث يتميز الـ DHCP بأنه خفيف على السيرفر وبالتالي لا يحتاج إلى سيرفر مستقل. طبعا لما نيجي احنا نفعل مثلا الدي اس سي بي على مثلا على الراوتر، فراح يقوم الراوتر راح يعمل الراوتر كدي اس سي بي سيرفر بالاضافه الى وظيفته كجهاز راوتر. عندنا هنا الدي اس سي بي بيستخدم بروتوكول نقل البيانات اليو دي بي كبروتوكول لنقل البيانات، وبيستخدم المنفذ رقم 67 عندما يحصل اتصال فيما بين دي اس سي بي كلاينت او عميل دي اس سي بي الى دي اس سي بي سيرفر، ويتم باستخدام المنفذ رقم 68. هنا مش مكتوب 68. عندما يتخاطب دي اس سي بي سيرفر مع دي اس سي بي سيرفر مش كلاينت، عندما يتخاطب دي اس سي بي سيرفر مع دي اس سي بي سيرفر اخر، فعنده راح يستخدم المنفذ رقم 68. طيب خطوات الدي اس سي بي الاربعة، يوجد لدينا أربعة خطوات أو أربعة يطلق عليها الأربعة خطوات الخاصة بالدي سي بي أو رسائل الدي سي بي، وهذه الخطوات هي اللي بتمر فيها اللي بيمر فيها الدي سي الكلاينت مع السيرفر لكي يحصل على إعدادات الدي سي بي أو عنوانه المنطقي من خلال الدي سي بي سيرفر. هذه الخطوات هي كالتالي: الخطوة الأولى واللي هي الدي سي بي ديسكفر، وهي عملية أو تسكفري، وهي عملية اكتشاف الدي اس سي بي سيرفر الموجود في داخل الشبكة، بحيث عندما يتم تشغيل الجهاز في داخل الشبكة اللي راح يكون الدي اس سي بي كلاينت، سوف يقوم بإرسال دي اس سي بي تسكفر مسج، يعني رسالة بحث عن الدي اس سي بي في داخل الشبكة، ويتم إرسالها على عنوان البث العام اللي هو 255.255.255.255، وعلى طبعا عنوان البث العام الخاص بالطبقة الثانية اللي هو 12F. الخطوة الثانية بعد كذا اللي هي الدي اس سي بي اوفر، وهي ان يقوم الدي اس سي بي سيرفر بالرد على رسالة الدي اس سي بي ديسكفر برسالة الدي اس سي بي اوفر، وهي تحتوي على الدي اس سي بي كونفيجريشن اللي راح تكون عبارة عن الاي بي ادرس اللي راح ياخذ الجهاز اللي هو الكلاينت، قناع الشبكة الخاص بالاي بي ادرس، عنوان الراوتر اللي راح يكون الديفولت جيت واي، مثلا عنوان السيرفر الدي ان اس الى اخره. الخطوة الثالثة واللي هي راح تكون الدي اس سي بي ريكوست، وهي ان يقوم الدي اس سي بي كلاينت بالرد على الدي اس سي بي سيرفر بانه استلم اعدادات الدي اس سي بي وقام بتطبيقها على الجهاز. الخطوة الرابعة اللي هي الدي اس سي بي اك، وهي ان يقوم الدي اس سي بي سيرفر بارسال تأكيد استلام الدي اس سي بي ريكوست من الدي اس سي بي كلاينت، ويقوم بتسجيله في داخل قاعدة بيانات الدي اس سي بي. زي ما شفنا بروتوكول الدي اس سي بي وهو لا غنى عنه في الشبكات المتوسطة والكبيرة. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.